مباراة سموحة والزمالك هي مباراة من الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الممتاز، تنطلق في 5:30 مساء على استاد الجيش وبرج العرب بصفارة تحكيمية لأحمد الغندور حكم ساحة، هاني خيري مساعد أول، محمد محمود لطفي مساعد ثاني، نادر قمر الدولة حكم رابع، محمد سلامة حكم فيديو، وسامي هلهل مساعد حكم فيديو. موقف الفريقين من مباراة اليوم، كل فريق بيسعى لحصد النقاط الثلاثة والخروج بنتيجة إيجابية، سواء لخطف الصدارة بالنسبة للزمالك أو حتى لو مؤقتا، أو الوصول المركز الثالث بالنسبة لسموحة صاحب الأرض اللي بيحتل المركز الرابع. الزمالك في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، سموحة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، والفرقتين عندهم 8 لقاءات. يتساوى الزمالك مع الأهلي المتصدر، ولكن النادي الأهلي ناقص له مباراة. خلونا كمان نستعرض جدول الدوري مع بعض. الجولة التاسعة، الاتحاد السكندري في مفاجأة كبيرة مع أسرن كومباني بيتعادل 1-1 بالأمس، ومصر مقصة يتعادل 0-0 مع طلاع الجيش. المقاولين العرب متقدم على غزل المحلة، وسموحة مع الزمالك 5:30. بكرة فاركو عنده إمبي، وبيراميدز عنده الإسماعيلي، وفيوتشر البنك الأهلي، كلها مباريات من العيار الثقيل. وتنتهي الجولة الخميس مع المصري وسيراميكا كليوباترا، وحيتبقى مباراة مؤجلة ما بين النادي الأهلي والجونة. خلونا كمان نروح نستعرض جدول الدوري الممتاز. النادي الأهلي في الصدارة والمركز في والزمالك في المركز الثاني. الأهلي في الصدارة، الزمالك في الثاني، بيراميدز في الثالث، سموحة في الرابع، وننتظر النهاردة سموحة ممكن بعد مكسبه أو التعادل أو على حسب النتيجة مع نادي الزمالك تتغير الأمور، ولكن مباراة مؤجلة لبيراميدز. المصري في الخامس، الاتحاد السكندري في المركز السادس، فاركو في السابع، البنك الأهلي، ثم الجونة، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، إمبي، فيوتشر، مصر المقصة، المقاولون العرب، طلائع الجيش. والأمر الغريب في جدول الدوري الممتاز، ما زال النادي الإسماعيلي في المركز قبل الأخير بلا أي مكسب في الأسبوع الثامن حتى الآن، وأسترن كومباني في الأسبوع أو في مؤخرة جدول الدوري الممتاز في المركز الأخير. أي حد النهاردة وهو بيقرأ جدول الدوري يقول الهابطين، الصاعدين، الباقيين، منطقة الأمان، ولكن كرة القدم علمتني دايماً إن جدول الدوري عامل زي البورصة أو سعر العملة، متغيرة حتى الأسابيع الأخيرة. 9 أسابيع بس الجدول ده هيتغير 13-14 مرة، محدش يفقد الأمل، كله عنده فرصة، كله عنده أمل. ما نقدرش إن إحنا نتكلم في جدول الدوري الممتاز إلا إما تنتهي النقاط. الكورة علمتنا كده مع صفارة الحكم، ما تقدرش النهاردة في فرق ما تعتمدش إن أنت كسبتها غير مع صفارة الحكم. عايز قبل برضو ما اروح لنجومي في التحليل ابارك لمنتخبنا على اداءه الرائع والحقيقه اللي شرفنا بيه بشكل كبير جدا، ابارك لمجلس اداره اتحاد الكره على المظهر والمشهد الرائع اللي ظهرنا بيه، كفاح كبير جدا لرجالتنا في هذه البطوله، ابارك للاعبي النادي الاهلي بالحصول على برونزيه كاس العالم للانديه في كل الظروف اللي عدت، ابارك لمجلس اداره نادي الزمالك الجديد برئاسه المستشار مرتضى منصور، اتمنى لهم ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. اعتقد مشهد الكره المصريه الان مختلف، اعتقد ان هو مشهد متفائل جدا، الاهلي بيتالق، منتخبنا، كل التوفيق لنادي الزمالك في البطوله الافريقيه، كل التوفيق ايضا لبيراميدز، والف مبروك ليه في اللقاء الاخير. اعتقد ان القادم مختلف تماما للكره المصريه، كل طموحاتنا واحلامنا دلوقتي تتعلق ب 180 دقيقة ننتظرها أمام السنغال، 90 دقيقة هنا في مصر و 90 دقيقة الباقية هناك في السنغال، ولكن مفيش مستحيل إن شاء الله بإذن الله تبقى المباراة الأولى هنا في استاد القاهرة وسط جمهورنا، والمباراة إن شاء الله بإذن الله يحسمها منتخبنا الوطني. أون تايم سبورتس هي هتكون معها الماتشين، وهتكون في تغطية كبيرة جدا للمباراتين، وهنعيش أكيد معاكم يعني فترات كبيرة جدا. كان لينا الحمد لله بفضل الله كأون تايم سبورتس ومجموعة نجومنا كلهم دور كبير جدا مع المنتخب الوطني
كنا دافعين بشكل كبير جدا ليه. في التوقيت اللي الناس كانت فاقده الامل وحاسه ان في احباط كنا داعمين وكنا بنزق بشكل كبير جدا وفوقنا وصحينا الجمهور بشكل كبير، وده الحمد لله فضل يعني بنحمد ربنا عليه. ايضا مع النادي الاهلي كان رايح النادي الاهلي في ظروف صعبه، ولكن تمسكنا بشكل كبير من بالامل والنادي الاهلي حقق نتائج طيبه. ايضا هنكون خلف نادي الزمالك الفترة القادمة عشان يستعيد إن شاء الله بإذن الله تألقه، وهو ده هدفنا إن الأهلي والزمالك وكل الأندية الجماهيرية تكون واقفة على رجليها بشكل قوي، وهو ده اللي هيعود بالخير على منتخبنا الوطني، منتخبنا اللي كان خلاص على أعتاب إن هو ينتزع بطولة، ولكن كيروش ورجالته قدروا الحقيقة إن هم يعملوا مشهد أكثر من رائع. بعد الفاصل ثلاثة من نجوم التحليل، كابتن فاروق جعفر، كابتن أيمن يونس، كابتن محمد عمر، ثلاثة من نجوم التحليل في مصر، وحديث خاص جدا عن المنتخب ومباراة الزمالك، وهنتكلم عن حاجات كتير بعد الفاصل. زميلنا من الملعب هيكون معانا صلاح عقدة وأسامة عقدة، وهنستمع بالتعليق بصوت المعلق المتألق حاتم بطيشة والحالات التحكيمية بعد المباراة مع العالمي الكابتن أحمد شناوي. وجبة دسمة النهاردة على أون تايم سبورت، استنوا ثلاثة من نجومنا ولكن بعد الفاصل.